لك فيصل كابتن ياسر القحطاني. اخوان بس لو سمحتوا على الكاميرا شوي. ياسر في رساله كانت من نبيل عبد الرحمن ان الفرق التي تقبع في المرتبه السادسه الى المؤخره دائما تستاسد. هل هذه الرساله كان يعني النتيجه هذه تدل على استيعاب لهذا الامر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اعتقد كلام الامير عبد الرحمن صحيح، دائما الفرق الاصعب هي تكون المتاخره في الدوري، هي دائما تكون اصعب خصوصا في بدايه الموسم. الفريق النجران اليوم مو بانه كان سيء، بالعكس الهلال اليوم ظهر بمستواه، يعني قدرنا الحمد لله نظهر بشكل جيد ومناسب، سجلنا اهداف صحيح خسرنا كثير ولكن هذه كرة القدم، وفي النهاية يعني المسلم يعتبر، فما بالك باللاعب. يعني احنا موسمين سابقين يعني كلها خسرنا من نفس الفريق في بداية الموسم، ولكن الحمد لله اليوم قدرنا ان احنا نحقق نتيجة ايجابية ونضيف ثلاث نقاط. ياسر، ان ينتصر الهلال بنتيجة قوامها 5 اهداف، هذا الامر مطمئن في للسير على هذا المنوال؟ شيء طبيعي اكيد، يعني الفوز بنتيجة 2-0 هو مطمئن بحد ذاته، فما بالك بخمسة اهداف. ياسر، في فاصل اليوم انت مهاري سويته من الشوط؟ والله شوف زمان، يعني في ناس يقولون زمان شوي، يعني زمان شوي. الحمد لله رب العالمين، اليوم لعبتي كلهم كانوا نجوم. بالنسبة للفاصل المهاري او سواء من ياسر او من اي لاعب في المباراة، الموقف بحد ذاته هو اللي يحكم، ولكن في النهاية اهم شيء النتيجة والحمد لله. تنوع التسجيل بين اللاعبين امر ايجابي في الفريق؟ اكيد هذه ميزة، يعني ما يعرفون الفرق يحدون مين من مين، ما شاء الله تبارك الله. توفيق، الله يعطيك. شكرا للكابتن ياسر.